أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. وقت النهايات بيظهر الطبع الحقيقي وبنعرف القلب المزيف والشخص الأصيل، ودايما مع كل انفصال تظهر كل الخلافات والاختلافات، وكل واحد يقدم على تضحياته ألف دليل ودليل، ويحاول بكل الطرق يثبت أن الطرف التاني هو المتهم وهو اللي أتقن التمثيل، مع أن ديننا ورسولنا علمنا معنى عظيم في أخلاق النهايات وهو الهجر الجميل. ايه المقصود بالهجر الجميل، وايه هي اداب واخلاقيات الانفصال؟ تفاصيل مهمه هنقولها النهارده ان شاء الله مع فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ، السلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناه الجميله وبجميع المشاهدين والمشاهدات. الحياه الزوجيه هي ميثاق غليظ. نعم. ودستور ربنا سبحانه وتعالى حطه لنا لنجاح العلاقة الزوجية. دايما لما يجوا اتنين يتجوزوا نقول لهم عاشروا بعض بالمعروف. يعني ايه المعروف؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. قال الله عز وجل امساك بمعروف، يعني المعروف ما تعارف عليه الناس من الخير والقيم. معروف ان الراجل يبقى راعي لبيته ويصرف ويبقى رحيم وعنده نخوة وعنده مروءة وعنده شهامة وعنده مسؤولية، ويعوض زوجته من تركتهم. أهلها. نعم يا فندم. أهلها. أهل مين؟ أهلها اللي تركتهم. أيوه مظبوط. أنا دايما بحب أقول كلمة إيه؟ ما أجمل إن الزوج يبقى، خلي بال حضرتك، الأب الشفيق والأخ الرفيق والزوج الصديق. يا سلام يا سلام، دي مقصورات؟ اي أيوة والله. ماشي، حلو. ليه بقى سعادتك؟ ربنا قال ومن اياته. تلاحظي حضرتك انه يعني اكتر من حوالي 12 ايه بدات بالكلمه دي في سوره الروم. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم. ربنا بيكلمني عن ايات كونيه، فكان من الايات الكونيه ان بيت بيربي ويأدب ويهذب، ولما صارت آنسة قامة وقيمة يدفعها الرجل تكمل معاه الحياة. والله العظيم لولا سنة الله الكونية ما فيها أب هيسيب بنته طبعا أبدا. سبحان الله، ده من النهاية. ما الأب عارف فمنع، وكذلك ما فيش بيت هيسيب راجل بعد ما ربى وأدب وعمل. بس هو دي آية ربنا اسمها آية كونية. فالآية الكونية هي إيه؟ البنت بتسيب الأب وتسيب الأم وتسيب الإخوات، هي معززة مكرمة في بيت أهلها، مع ذلك بتنتقل لبيت ممكن تجهد فيه وتشتغل وتتعب وعلى قلبها زي العسل. فليكن بقى هذا الزوج ليها كل من تركته، ما سابت ابوها وامها، سابت اخواتها، سابت بيتها، فكلها ذلك، كلها الاب الشفيق والاخ الرفيق والزوج الصديق. نفس الكلام راجل، لما صار راجل وقام وقيمه ويكتسب وفلوس، لا خديه بخيره كله واحنا راضيين، فكوني له الام الشفيقه والاخت الرفيقه والزوجه الصديقه. ادي المعروف يا هانم. طب نكمل شويه؟ لا، خلينا نعترف، كل الناس دلوقتي في رحله البحث عن لقمه العيش تحارب. طبعا. العالم كله. طبعا. تمام؟ الدنيا كلها حرب. انا اسف. الحرب ده المحارب لازم يحصل له ايه؟ استراحة، ياخد هدنة. فالبيت والزوجية زي الواحة الخضراء وسط صحراء.
الحته اللي فيها الراحه والسكينه. الله يرضى عنك، انا ماشي في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء والدنيا حر وعرقان، طلع عليا وجهدت جدا، لقيت المكان بيت وزرع وظل وماء ولقمه، دخلت استرحت خدت هدنه عشان اكمل. هي دي، انما الاقي حرب بره وحرب جوه مستحيل. ولذلك ربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. الله سكن، وسكن يعني الراحة وسكون، هنا فيها أمن وأمان. يعني لازم الزوج يبقى مطمن أن الزوجة دي لو حصل معها أي موقف هتبقى في ظهره، مش أول واحدة هتتكلم عليه، مش أول واحدة مش يبقى خايف وقلقان منها. بالضبط، ونفس الكلام نفس الزوجة، لأنه أخلاق الزوج تتعرف عند مرض الزوجة، يقف جنبها ويعالج ولا لا، وأخلاق الزوجة ومعدنها يتعرف عند فقر الزوج. لما ظروفه المادية مش هي، معدن الزوجة يبان، زي ما معدن الصديق يبان عند الشدة، صح، زي ما معدن المؤمن يبان عند الابتلاء. هو دايما المعدن البني آدم بيبان وقت الشدائد للشخص التاني. بالضبط، بس هو اللي بيتغير إيه لم يهانم نوعية الشدائد. فشدة المرأة إذا مرضت، وشدة الزوج إذا افتقر، وشدة الصديق في الألم والضيق. ما هو الصديق وقت الضيق، إن لم يكن وقت الضيق متشكرين أيها الرفيق. صحيح، تنفع من المسؤول ده، حلو قوي دي. أيوة، إيه ده الكلام الجميل ده؟ أيوة، أيوة والله. ما هو كده ما لقيتوش، سنشد عضدك بأخيك، يبقى احنا ما بنعمل إيه؟ طيب إيه كمان بمعروف؟ مودة، ما قاليش حب. يعني إيه مودة؟ سؤال حلو قوي. عارفه حضرتك الود اللي هو ايه؟ اللي هو الخليط ما بين ايه وايه؟ بقولك من الثقه والتقدير والاعجاب والتقبل، نيجي ضربهم في خلاط تطلع لي موده. نقول تاني؟ عارف حضرتك لما نجيب الخلاط ونضرب ثقه وتقدير واعجاب وتقبل، ضربتهم في الخلاط طلع لي مودة. يعني كوكتيل حاجات حلوة كده قوي، بس غير الحب. يعني المودة مش الحب. اوعى تقول حب يعني مودة ابدا. ليه؟ انت مستغربة ليه؟ لا مستنية قاعدة انا بفكر في الكلمة. ايوة، لان قول لي سعادتك ممكن يبقى حب مزيف. يعني ايه حب مزيف؟ حب المصلحة، حد بيحب حد عشان مصلحة. ما هو ده ما فيهوش حب اساسا، هو يسميه حب، اسمه حب مزيف. تمام؟ ولذلك ربنا يقول والذين امنوا اشد حبا لله، فممكن يبقى حبه مزيف. الموده عمرها ما تبقى مزيف. حاجه تانية، ممكن الحب يظل حبيس القلب ما يطلعش، حد بيحب حد وهو متداري خلاص، يفضل فين؟ في قلبه. الموده الترجمه العمليه السلوكيه للحب، عشان كده ربنا من اسمائه الودود. الله، حلو قوي. طيب ناخدنا ده مع عائشه. ايوه، اهلا وسهلا. ايوه معاك. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم، ازيك يا استاذه لمياء؟ الحمد لله بخير. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من اسوان وشيخنا رمضان. ايه عامل يا شيخ رمضان؟ الله يجبر خاطرك، احسن ناس واطيب ناس. والله بنحبك في الله، انا والوالده وكلنا والله. انتوا على راسنا يا اهل اسوان جميعا. الله يخليك، الله يعزك، الله يكرمك ويزيدك من فضله ان شاء الله. امين يا رب. يا شيخ رمضان، أنا معاي ولدي الكبير، أنا أم أيتام، ولدي الكبير بيساعد أخوانه، فطلع عندينا هنا تنقيب عن الجبل، فطلع فتحبس ظلم من 3 سنين. وأنا بحاول يعني أتصل بيكم ل3 سنين، بلك أنا نويت بيني ما بين ربنا إن أنا أطلع، لو رديته على التليفون إن أنا أطلع لي حاجة لله يعني. ربنا يتقبل منك يا رب. اللهم امين يا رب. هو بيساعد في يعني كان بيساعد البنات اللي عايز تتجوز، يعني بيساعدهم وبيطلع لله، وعمل هنا عندنا احنا بنعمل سبيل، يعني مش بنعمل للمي يعني للناس تشرب منه. عمل معديه هنا عندنا لما من الناس، يعني هو ماشي في الخير يعني كده. ولدي ده كان بيساعد الناس وكل حاجه. فدخل في ابتلاء ظلم. فانا يعني اصلا هو الابتلاء نوعه ايه يا ستي؟ والله قضيه ظلم، اقسم بالله. سجن يا شيخ رمضان. اتحبس بسبب ايه؟ بسبب، بص هقول لك يا شيخ رمضان، والله وكيل قبل ما اتكلم.
هو طلع مع جماعة، الجماعة ديلا كانوا جايبين حراسة يعني في الجبل على المعدات بتاعتهم وخلاطين، بس وقسم بالله وقسم بالله من مشال غير كيس هدوم وملين. هو اتظلم 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 وقسم طيب بالله. طيب يا أمي ولا يهمك، إن شاء الله ربنا يفرج كربه. طب كربة. سؤال حضرتك إيه؟ طب السؤال، هل أنا البلد كلها بتدعي لي، كبير وصغير وكل البلد بتدعي لي، أنا أصبر؟ بس أنا عشان قلب والدي ولدي الكبير ده مش قادر أصبر، يعني بدعي إنه ربنا يفك كربه النهارده قبل بكره، بس مش قادر يعني اصبر. طب هو ظلم يعني لو لقيت لي حد وسطه او حد ساعديه حاضر. تابعينا يا حاجه عائشه، هي 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 بسؤالها ان هي تصبر ولا تسعى ولا الاثنين مع بعض؟ ليه بقى سعادتك؟ ربنا قال فاصبر كما صبر اولو العزم، ما قالش اولو التحمل. قولوا العزم، يعني الصبر يحتاج إلى عزم طبعا ويحتاج إلى عزيمة. فبنصح السيدة الكريمة المتصلة الطيبة تصبر وترضى وتاخد بكل الأسباب القانونية، شوف محامي كويس، محامي ابن حلال وشاطر، وترفع قضية، تعمل معارضة، تعمل تأخذ كل الإجراءات القانونية اللي بإذن الله تكون سبب في تفريج كرباته. كمان تدعي ربنا ونتقي ربنا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صحيح. فاللي هتقي ربنا، ربنا يجعل له من كل ضيق مخرج. ونكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وأقول لحضرتك قصة ضعيفة. تفضل. قصة إيه يا فندم؟ ضعيف. ضعيفة يعني إيه؟ يعني السند مش قوي. يعني في أقاويل إنها حقيقية أو مش حقيقية، حصلت او ما حصلتش، قد يكون. بس فيها معنى مهم. تمام. عوف ابن مالك الاشجعي. اسمه يا فندم؟ عوف ابن مالك الاشجعي. احفظ. من صحابه سيدنا النبي الكبار، ابنه شاب كان اسمه مالك، يعني مسميه على اسم والده. فيبقى ابنه اسمه ايه؟ مالك ابن عوف ابن مالك الاشجعي. طلع في الجهاد، وقع في يد العدو. رجع الناس، ابنه ما رجعش. استنى يوم 2 3 4 5 6 ما رجعش، فرايح يشتكي لسيدنا النبي، رسول الله ابني ما جاش وكده، طب نعمل ايه؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا هقول لك على كنز. تمام. قال له وما هو؟ قال له صباحا ومساء، بيقول له انت ووالدته يعني، صباحا ومساء قولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فزوجته بتقول له ماذا قال لك رسول الله؟ قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بها أسرار. فهي الزوجة الأم بقى قالت إيه؟ صدق رسول الله. والاثنين لزموا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا بالله عز وجل يفرج كربة هذا الشاب ويجعل له من الضيق مخرج ويرزقه رزق واسع كمان، لأن هو في الحرب، هو خرج من الأسر وهو جاي وجد أغنام من أغنام العدو أخذها، فرجع برزق كبير جدا. والسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله لها كنز ولها سر عظيم جدا جدا، جعلها الله سبب في الخروج من كل ضيق. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتورة رمياء؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. بحب البرنامج بتاعكم أوي، وبتابعه بقاله سنين، وبحب الكلام بتاعكم والقرآن وكل حاجة بحبها. نورتينا. ربنا يخليكي، بقالي كتير عمالة كتير مش عارفة أوصل لكم، بحبكم أوي والله. حقك علينا. الحمد لله الحمد لله إن أنا وصلت. عايزة أسأل 3 أسئلة معلش لو اتفضلي. اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك، اهلا بيك. ربنا يديك الصحة وخليك لينا يا رب، تعلمنا حاجات جميلة قوي. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. انا بفهم منك، انا مش متعلمة بس بفهم كلامك، وبحب برتاح نفسيا لما بسمع كلامك كله. الله يسعد قلبك ويرضيكي. ربنا يخليك يا رب، وتكشر المرض والناس. امين يا رب. جمع امين يا رب. السؤال الاول، انا عندي قطة وكان عندها وعمرها في الشهر صغيرة، ابني جايبها لي. دلوقتي كبرت وبتاكل اكل كتير ومش ملاحقه على اكلها، بتاكل شيء لبيض مسلوق
وجبنا نشر، وناس كتير يقول لي حرام عليكي ان انت بتربي قطه طلعي الفلوس دي صدقه لحد يستحق وانت اصلا معاشك مش بيكفيك انت وابنك فما تربيش قطه. فهي ذات عندها 10 شهور وانا عايزه امشيها بس مش قادره على الثمن اكلها ومستحرم عشان قالوا لي في حد قال لي ان القطه دي لو طالما انت مربيها من صغرها لو مشيتيها مش هتنفع تعيش مع حد خالص وهتموت. فانا خايفه تبقى ذنبها في القفص وانا عماله اعيط زعلانه فمش خايفه امشيها وابني يزعل مني عشان بحبها وعاوزها مش عارفه اعمل ايه ومستحرمه امشيها بس الفلوس ما بتكفيش والله المعاش ان انا اجيب لها البيت ده كله مسلوق وجبنه نصه يعني المعاش ما بيكفيش خالص والله. ربنا يبارك لك وانا جوزي مات وماليش دخل لما المعاش ولا امشيها ومش حرام عليا ولا مش عايزه اشيل ذنبها وانا تعبانه بقى الفتره اما انا زعلت مع ابني وعايزه امشيها فخايفه اكون انا ذنبها ان انا عايز بسببها ولادها مش قادره اتحرك ولا اعمل حاجه في البيت ودعيني بالشفاء والنبي يشغل ربنا يشيل عنك ويشفيك يا رب شفاك الله وعافاك. سؤال طيب. تاني السؤال الثاني بقول في اخر التحيات اللهم عتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وسلمنا الجنه مع الافراد اللهم ارحمنا من عذاب القبر اللهم ارحمنا من فتنه المسيح الدجال اللهم ارحمنا من فتنه الحياه والممات اللهم اجعلنا اللهم اكرمنا. بتقولي دعاء يعني؟ اه بقول دعاء يعني ينفع اقوله بعد التحيات وبعد كده اسلم ولا حرام عليا اقوله؟ حاضر حاضر. وسؤال حضرتك يعني وسؤال هنجاوبك حاضر. انا جنم على الثالث ده بقى بسبح من كل حاجه 500 مره سبحان الله والحمد لله والله لا 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 الله اكبر استغفر الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله والحمد لله والله لا 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 الله اكبر وحول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله وحسب الله ونعم الوكيل. بتسبحي من كل حاجه 500 مره؟ اه ولا لا ولا لا سبحانك اني كنت من الظالمين وحسب الله ونعم الوكيل وكل الدعوات سبحان الله بحمدي وسبحان الله العظيم. تمام. يكون فاضي يعني ما وريش حاجه في شغل البيت اقعد اسبح كده واقعد ابقى مع ربنا واقعد ادعي ربنا. طب هو بالتسبيح ده لامواتنا وامهات المسلمين والجوزي والقرايبنا والاخويا وعندنا وتدعي لي يا ام عمر. لسه كنت اقولها والله وتدعي لنا تدعي لنا بقى معاكي. ايوه بس انا الاول بالاسم وبعدين اه دكتوره يا حاضر والله ربنا يبارك لكم ويخليكم ويكفيكم شر المرض يا رب. امين يا رب امين بس اوعى تنسي ويشفيكي ويشيل عنك يا رب اه ويبعد عنكم الشر كله والنبي يا رب. امين يا رب امين يا رب. حاضر تابعينا حضرتك جميله ربنا يبارك لها يا رب. الناس دول اسيادنا قد ايه ناس متدينه اه والله قد ايه ناس متدينه قد ايه ناس مرتبطه بربنا قد ايه ناس بتحب ربنا قد ايه ناس قلوبها مليانه رحمه. يعني شوفي ست من اسيادنا وظروفها ظروف الناس كلها ايوه ومع ذلك صعبان عليها وبتعيط صعبان عليها ايه قطه يعني انا وهي بتتكلم افتكرت الناس اللي ممكن بعضهم مقتدر وبيرمي عياله يعني فهماني يا حضرتك أيوه. ست من أسيادنا البسطاء الجميلة بتتكلم على صعبان عليها قطة بعض الناس رميين عيالهم صح. بعض الناس بيقف في المحكمة يزور علشان يتنصل من ولاد ما يصرفش على عيال يا خبر ده بشر مستحيل يبقى بشر مش ممكن صح. اللي جوه عروقه ده لا يمكن يبقى دم ده لازم يكون مية أي حاجة تانية والله نظلم المية لو قلنا مشكلة يعني ست بشوف البساطة والجمال اللي هي فيه دور على قطة خايفة لا تظلمها ما تلاقيش تاكل فالله يرضيك. بالنسبة لموضوع القطة أول حاجة احتسبي كل اللي بتأكله لها ده صدقة عظيمة جدا ومن أكتر الأشياء اللي هتدخلك الجنة لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب يبقى أنا أعمل إيه؟ استمري على إطعامها. طب ما هي بتاكل كتير ممكن رقم واحد أنا نعمل زي مجموعة هي وقرايبها تمام كل حد يشيل أكلها يوم أو يتجمعوا مع بعض ويأكلوها. لو قالت لحد الكلام ده هيتريقوا عليها. لا بالعكس بالعكس تمام. طيب لو هي ما قدرتش تشوف حد ممكن ياخد منها القطة دي
وتاكلها، حد يكون مقتدر ياخدها يربيها عنده وياكلها. طيب ما قدرتش تشوف جمعيه من الجمعيات المعنيه بذلك، طب ما قدرتش تتركها تاكل من خشايش الارض بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب هي بعد ما بتخلص التحيات بتدعي بعض الادعيه. شوف يا حضرتك، فيه مواطن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الدعاء فيها لا يرد. من هذه المواطن قل التشهد تحيات ثم صلي على سيدنا النبي، ثم يعني هقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله، وبعدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، خلصت كده إنك حميد مجيد. أتعوذ بالله من أربعة فتن، تمام كده، أتعوذ بالله من أربع فتن: فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة المسيح الدجال، فتنة القبر. خلاص يعني لو قالت اللهم أعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نكمل بس نكمل. يبقى هو التحيات، وبعدين نصلي على سيدنا النبي، بعدين نتعوذ بالله من كام؟ من أربع فتن، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليدعو الله بما شاء يستجب له. يعني الصح إن أنا بعد ما أقول التشهد وصلي على سيدنا النبي وتعوذ بالله من الأربع فتن أدعي، لأنه ده موطن إجابة الدعاء. بعد التشهد وبعد ما تعوذ بالله من الأربعة دول أدعي بما شئت قبل السلام، إن شاء الله موطن إجابة، ثم أسلم عن يميني وعن يساري. طب ربنا يكرمك يا رب. آمين. طيب هي بتسبح كل حاجة بتقولها 500 مرة. الناس بتقلق، بتقولك العدد ممكن يكون صح ولا ممكن يكون غلط، ولا ده اللي أنا بعمله ده صح ولا اللي بعمله ده غلط؟ اللي بتعمله صح 100%. ودائما الأعداد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست للحصر ولا للقصر، وإنما للتعليم. يعني لما سيدنا النبي يقول من سبح، من قال سبحان الله بحمد 100 مرة كتب الله كذا وكتب الله كذا، تمه أخبرنا قبل كده إلا أن يقول أكثر من ذلك. فالتسبيح ملوش عندي سقف، سبح كما شئت. ولذلك ربنا قرن الأمر بذكره بمصطلح كثيرا، وكثيرا ليس له سقف. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كام؟ براحتك، 100 200 500 1000 2000 3. لكن أنا لا أتعبد ربي بالرقم. فهماني يا حضرتك؟ فهمي. مش ثلاث اتنينات وده، لا لا، مجربات علماء دي، مش ما عنديش عندي دليل لا قرآن ولا سنة. تعمل 500، تعمل 600، تذكر 1000، لا حرج في ذلك، وصح 100%. طيب الناس اللي احيانا تسبح وذهنها يشرد يفكر في حاجة تانية وترجع تكمل، هل عليها ذنب؟ يعني لابد من اننا نبقى مركزين قوي في التسبيح اللي احنا بنقوله. شوف يا حضرتك، مصطلح ذكر مصطلح ثلاثي الأبعاد. فذكر نطق وده عمل اللسان 33%. ذكر تذكر وده عمل العقل 33%. وذكر من الذكريات والشجن وده عمل القلب الباقي. يبقى احنا كده جبنا كام؟ الثلاثة 100%. فأنا لما بقول أستغفر الله نطق اللسان، تذكرت ذنوبي، قلت سامحني يا رب، خدت 100%. طب نطق اللسان وعقلي ساهي وقلبي مش موجود، هاخد 33% بس. درجات. اه والله. طيب. طب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، فقرتنا وفقره جمعيه البر والتقوى المصريه. فضيله الشيخ، جبر الخواطر من اعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى اكد عليها، وربنا وعد اللي يكبر بخاطر حد ان هو اللي يكبر بخاطره. من اسماء الله الحسنى اللي بعض الناس بيفهمها خطا اسم الله الجبار. ايوه. فالجبار الذي يجبر بخاطر المنكسرين. زمان كان اللي بيعالج كسور العظام نسميه مجبراتي. يعني يجبر العظام. فمن معاني اسم الله الجبار أي الذي يجبر بخاطرنا، ويجبر يا رب كسر المنكسرين بخاطرنا. الله ينور عليك. ودايما من أدعية أمهاتنا لينا روح ربنا يجبر خاطرك، ترجع مجبور الخاطر، وهكذا. لو تلاحظي حضرتك الكون كله قائم على جبر الخاطر. ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا القرآن الكريم جبر خاطر لينا، بعت لنا سيدنا النبي جبر خاطر لينا، ما هو رحمة، والقرآن رحمة، والتعاليم كلها جبر خاطر. ده خوفنا بالنار جبر خاطر،
علشان في بعض الناس ما بترجعش الا بالتخويف. فالامور كلها قائمه على جبر الخاطر، فانت هتجبر خاطر الناس، هيجبر ربنا خاطرك. ودايما دايما دايما هناك متسع لجبر الخاطر. يعني لفت نظري ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوه من الغزوات يتوقف بالجيش، ليه؟ بيتسابق هو والسيده عائشه، انت متخيله حضرتك؟ يعني ويتسابق مع السيده عائشه فيسبقها لانها سمنت شويه، هي كانت سبقته قبل كده فحس انها زعلت ان هو سبقها فاخر نفسه عشان هي تسبق. ابدا، ده قال لها هذه بتلك. يعني ايه واحده بواحده؟ ده جبر خاطر، بيقول لها انت سبقتيني قبل كده وانا سبقتك المره، يبقى احنا ايه متعدين كده خالصين. دائما هناك وقت لجبر الخاطر، بس المهم في ايه؟ ان احنا ما نفهمش جبر الخاطر غلط. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ممكن حد كل ما تجبر خاطره يزيد فيها، فلازم يبقى فيه حدود للمساله، لازم يبقى فاهم ان الامر له حد وان الامر له ضوابط وان الامر قائم على الاعتدال والتوازن. تلاحظ حضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل مع السيدة خديجة 25 سنة ما تزوج عليها، ما مثل خديجة يكسر خاطرها، جبر خاطر، ده عظمة. لما ربنا يرد سيدنا موسى إلى أمه، ليه؟ جبر خاطر. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، جبر خاطر يا فندم. لما ربنا يخلي سيدنا عيسى ينطق ويكلم السيدة مريم وهي في الظروف اللي هي فيها دي، بيجبر خاطرها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، سريا يعني عين مية حلوة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. ده جبر خاطر. فجبر الخاطر دايما حاضر وموجود. اكتر حاجة تعبد بيها ربنا بالنسبة لحق العباد انك تجبر خاطرهم. مهنا ديني قائم على ايه؟ عبادة الله الحق والاحسان الى الخلق. صح، ادي الدين كله يا هاني. جبر الخاطر اصله ليه اشكال كتير قوي، مش جبر الخاطر بان انا ساعده ماديا وبس. لا طبعا، جبر الخاطر ياخد صورة احتياج اللي قدامي مش احتياجي انا، اشوف هو محتاج ايه. أقول لحضرتك قصة؟ قول. قصة هتعجب حضرتك جدا. أنا بحب القصص بتاعتك. الله يجبر خاطرك. حلو برضه جبر. عارف حضرتك أنا من جبر الخاطر إن أنا وأنا بكلم اللي قدامي أتوقف شوية. تخيل اللي قدامي بيكلمني ليه؟ طب هو عايز مني إيه؟ أنا عايز أفكر بطريقته هو. هتفرق معايا كتير. ملك من الملوك قال الستات بيلبسوا زينة كتير قوي. وده شيء مبالغ فيه. أنا هطلع قرار منع ارتداء السيدات للزينة في الشارع. طلع القرار فعلا، ممنوع ارتداء الزينة في الشوارع للسيدات. الستات قالوا طب ليه؟ هو بيتحكم فينا ليه؟ فعنده القرار. وبلغه كمان في اللبس، اللي تلبس غويشة اتنين، خاتم اتنين، تمام؟ فالملك زعل، هي قصة رمزية. وجمع الوزراء، طب نعمل ايه؟ الستات ما التزموش بالقرار، الوزراء انقسموا، وزراء قالوا نرجع في القرار وخلاص، وزراء قالوا الرجوع في القرار ضعف في الإدارة. فالوزراء الاتنين ايه؟ اتقسموا، نرجع في القرار ما نرجعش في القرار. قال ائتوني بحكيم، هاتوا الحكيم والعالم. جه حكى له القصة، نرجع في القرار؟ قال له لا. طب نكمل في القرار؟ قال له لا. امال اعمل ايه؟ قال له نعمل الحاق. قال له ايه هو الالحاق؟ قال هنكتب انه ممنوع ارتداء الزينه في الشارع للسيدات، مش هو ده القرار؟ قال له اه. قال اكتب بس جنبها الجميلات. يبقى للسيدات الايه؟ الجميلة. متخيلة حضرتك في واحدة ستة تلبس زينة؟ اه طبعا. أكيد لا. أيوه. لأنه كلها جميلة مش محتاجة زينة. الستات قلعوا الزينة في الشارع. مفيش واحدة لبست زينة. ليه؟ لأن أنا جميلة مش محتاجة زينة. فالملك طبعا والقرار اتنفذ بإيه؟
يعني بحذافيره. الملك عجبه فكره طبعا، قال له ايه ده، يعني الناس استجابوا لي بسرعه. قال له ايها الملك، حضرتك كنت بتطلع القرار، انت فكرت في نفسك بس، ما فكرتش في فكر غيرك بس. هو ده جميل قوي، انا بحب اسمع القصص بتاعتك قوي. خلونا نروح نشوف تقرير خاص بالجمعيه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يعني ما شاء الله 128 مسجد باشراف جمعيه البر والتقوى المصريه، ربنا يجازي كل حد ساهم وشارك ولو بالقليل كل الخير من عند ربنا سبحانه وتعالى وجبر الخاطر. اللهم امين يا رب. قال الله عز وجل: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الآية بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ميراث للعباد. العباد ثلاث أقسام: واحد ظالم لنفسه، ظالم لنفسه يعني يقع ويقوم، يقع ويقوم، ويذنب ويتوب ويعمل حسنات ويعمل سيئات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وبعدين منهم مقتصد، يعني اللي هو إيه، عبادته على قده، أذنبه قليلة. طب والثالث سابق بالخيرات. لاحظت انه ربنا بدأ بالظالم لنفسه، يعني قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني سياق الآية الاول فمنهم سابق بالخيرات. العلماء قالوا ربنا بدأ بالظالم لنفسه حتى لا ييأس، واخر السابق بالخيرات حتى لا يعجب. شوف متوزعة من عند ربنا بالزبط سبحانه وتعالى. بالظبط. طب انت مين فيهم؟ سيدة عائشة تقول ايه تعليقا على هذه الآية: أما السابق بالخيرات فهو من مضى على عهد رسول الله وشهد له الرسول بالفضل. يعني بقى إيه، واحد استشهد نال الشهادة في سبيل الله، زي سيدنا حمزة، زي سيدنا عبد الله بن حرام، زي سيدنا جليبيب، وشهد له النبي بأنه من أهل الجنة، ده سابق خلاص. طب ومنهم مقتصد، المقتصد اللي هو إيه، ماشي على قده بس على الطريق. قالت من اتبع أثره حتى لاحق به، ده مقتصد. طيب ومنهم ظالم لنفسه، السيدة عائشة تقول فمثلي ومثلكم، السيدة عائشة بتقول كده. فالإمام ابن كثير يقول تعليقا على هذا غاية الهضم والتواضع، هي متواضعة جدا وإلا فهي من السابقين. فالشاهد من الآية، أنت من أي رجال، أي صنف أنت حابب تكون منهم، اختار بقى. طيب الإنسان الذي يبخل ويقتر طلع بالعافية بالضبط، أو ما يخرجش أصلا، ده ظالم، أنت ظلمت نفسك. لأنك ربنا سبحانه وتعالى غني عنك وعن عملك، لأن أنت لو بعدت عن الشح ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لك النجاح والفلاح. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وخلي بالك أنت وارد جدا أنه البعيد يستبدل ويجي غيرك أحسن منك، ودي أخطر حاجة بقى. طبعا يا فندم. قال الله عز وجل: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صحيح. طيب نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. من الأعمال العظيمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى المصرية هي المستشفى، اللي الحقيقة بتاخد مجهود كبير جداً ومحتاجة وقت كبير جدا، محتاجة كمان فلوس كتير جدا. ده صحيح جدا. ولفت نظري الأجر العظيم اللي ربنا رتبه على عيادة المريض. فتخيلي حضرتك، ده مجرد العيادة، يعني مجرد الزيارة، لأن الزيارة دي للشخص العادي، كلمة عيادة لا تقال إلا على مريض، وعشان كده احنا نقول إيه، العيادات. تمام. طب ما بالك بقى ليه صحيح ليها اجر وثواب كبير قوي قوي يا فندم، قوي. يعني وصل، تخيلي حضرتك انه ربنا يقول لوجدت في الحديث القدس لوجدتني عنده، لوجدت رحمتي ونصري وتوفيقي وشفائي، كمان يخوط في الرحمه، كمان طبت وطاب من شكوى تبوأت من الجنه منزله، كمان 70,000 ملك يصلون عليك الله لو انت بالنهار لحد ما تمسي، لو انت بالليل لحد ما تصبح، دي للزياره بس. فما بالك بالعلاج. صحيح. وذهاب الالم، أعظم زكوات جارية وصدقات جارية وصدقات في بناء المستشفيات. صحيح. ربنا يتقبل منك. نورتين يا فضيلة الشيخ. بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوا حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم.